السلام عليكم. اليوم نروح للمركب نتاع انتاج العتاد الفلاحي في مدينه سيدي بلعباس، واللي يعرف هذا المركب تطوير لوسائل الانتاج نتاعو بعد ما تم جلب عتاد جديد متطور مع الشريك الفنلندي. اذا يتم حاليا تطوير وسائل الانتاج تاع هذا المركب و يعني تحسين النجاعه ديالو لمواكبه هذه التطورات الزراعيه الفلاحيه في الجزائر منذ 4 سنوات الان. فيه نمو كبير للانتاج الفلاحي، ولا بد وكان من لابد من تطوير اذا الوسائل نتاع الانتاج نتاع يعني وسائل تاع الحصاد والجن تاع اذا المحاصيل، وكذلك يعني فيه نية لتطوير العتاد الفلاحي إلى شعب أخرى، مثلا جني الزيتون، جني الذرة مثلا، أو الأعلاف الخضراء، أو يعني محاصيل أخرى يجب مكننة هذه الشعب وتطوير صناعة نتاع العتاد في هذه الميادين، مش غير الميدان الفلاحي أو الميدان تاع الحبوب. لأنه إلى حد الساعة المركب هذا تاع سومبو، المركب إنتاج الجرارات والعتاد الفلاحي في ولاية سيدي بلعباس، يعني مختص في الميدان تاع جني الحبوب وبعض المعدات، يعني تم تطوير بعض المعدات نتاع استصلاح الأراضي. هذا أمر جيد جدا، وفيه يعني نعرف احنا على بالنا باللي المركب هذا عنده وحدة نتاع بحوث في لتطوير معدات جديدة في ميادين أخرى. إن شاء الله هذا الصناعة نتاع المعدات الفلاحية تمتد إلى كل الفروع نتاع الفلاحة. إذن وتطوير مركبات جديدة، استثمارات جديدة في ولايات أخرى للإنتاج يعني هذه المعدات. نخلكم تابعوا هذا التقرير الكامل والشامل عن مركب إذن إنتاج الجرارات والحصادات، الحصادات أكثر مش الجرارات، الحصادات في ولاية سيدي بلعباس، وإحنا على بالنا أنه فيه مركبات أخرى لإنتاج الجرارات في تيزي وزو وفي في قسنطينة. إذا نخليكم تابعوا الفيديو على كل حال على مركب إنتاج الحصادات بإذا ولاية سيدي بلعباس، والسلام عليكم. استراتيجية الجزائر للنهوض بالقطاع الفلاحي استراتيجية متكاملة ركزت فيها على توفير كل عوامل النجاح، ومؤسسة صناعة العتاد الفلاحي هذه بولاية سيدي بلعباس خير دليل على ذلك. في هذه المؤسسة الواقعة بولاية سيدي بلعباس يتم تصميم وتطوير المنتجات الخاصة بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى قطع الغيار والمناولات الصناعية. تواجدوا بارمي البرومي بو نو با دير ولا الأوائل في إفريقيا من ناحية الانتيغراسيون إي لا كاباسيتي دو فابريكاسيون. عندنا ماكينات ذو جودة عالمية، عندنا مهندسين يتحكموا في الصيانة، يتحكموا في البروغراماسيون. تقوم مؤسسة العتاد الفلاحي بتبني استراتيجية وترقية المناولة الصناعية لدى مؤسسات صناعة العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس، وهذا قصد إفشاء قدرات ميكانيكية لدى المؤسسة. ما يصنع هنا يعتبر مميزا فريدا من نوعه ومطابقا للمعايير الدولية، ويتماشى مع كل التطورات الحاصلة في القطاع الفلاحي. اليوم نحن نقوم بتطوير منتوجات، هذه المنتوجات تتماشى مع معطيات ومتطلبات الفلاحة الموجهة للصحراء، كمثلا آلات الحصاد وآلات البدر وآلات الحشو وآلات وغير ذلك. نحرص على تكوين اليد وتأهيل اليد العاملة، على نسب إدماج مهمة، على تحويل المعرفة، لأن من بين الأهداف الأساسية للمؤسسة هي التصدير. ومن بين أهم ما يتم صناعته في هذه المؤسسة حصادات من الجيل الجديد، منها ما صمم خصيصا للاستجابة لمتطلبات الزراعة في الولايات الجنوبية بالشراكة مع إحدى أهم الشركات الفنلندية الناشطة في المجال والوحيدة في الوطن العربي وإفريقيا.
تم نقل تكنولوجيا متطورة من أجل تطوير حصادات من صنع جزائري بنسبة إدماج 73%. الحصادات اللي تشوفوها هنايا هي نفس الحصادات المنتجة من طرف الشريك الأجنبي في أوروبا، وقمنا بتصدير بعملية تصدير أولية إلى دول إفريقية. ما يصنع في مجال العتاد الزراعي الخاص بأشغال التربة لا يقل أهمية عن غيره، فالشراكة الجزائرية البرتغالية حققت الفارق. حوالي 36 منتوج وضعناه في السوق، فيها إدماج الوطني ما يقرب من 75 إلى 98%. المشروع القادم إن شاء الله هو النقل الفلاحي، اللي رانا قمنا كذلك بدراسة وتطوير 5 آليات اللي راهم حاليا. تحقيق السيادة والأمن الغذائي تحد تراهن عليه جميع بلدان العالم، لكن تحقيقه فعليا على أرض الواقع ليس متاحا للجميع، والجزائر قطعت